بصوا يا جماعة، دلوقتي اللي هنتكلم فيه النهاردة هو روبوت اكتويتورز اند ميكانيزم ستيشن. تمام. المفروض ان الجزئية دي بتتشرح على كذا مرة، ومفروض ان هي فيها اساسيات او فيها حاجات اللي هي الفاندمنتالز اوف ميكانيكس، والمفروض ان انا دلوقتي اللي هشرحه يكون مناسب مع الناس بتوع الميكانيكال والناس بتوع الكنترول، يعني ما يكونش مقتصر على ناس معينه بس، لا، الناس بتوع الميكانيكال والناس بتوع الكنترول تنفع لهم الموضوع ده يعني. فبالتالي انا لازم اوفق بين الناس بتوع الميكانيكال والناس بتوع الكنترول بان انا اوفر لهم حاجه بيزك جدا، ارضيه سطح بيزك خالص، تكون تعرف فيها عن كل الحاجات اللي ليها علاقه بالميكانيكس، والميكانيكس بشكل عام هو موجود في الاكتويترز والميكانيزمز. احنا بنلاقي علم الميكانيكس كله من اللي هي في الاكتويترز والميكانيزمز. طيب ايه بقى الاكتويترز وايه هي الميكانيزمز؟ المفروض دلوقتي ان الاكتويترز معناها المحركات، اكت ويترز اللي هو المحركات، الميكانيزمز هي الحاجات اللي بتتحرك او الهيكل اللي المفروض بيتحرك، اللي مكون من كذا element، وكذا element دول متربطين مع بعض بشكل معين علشان يخلق لي حركة معينة انا عايز اوصل لها. فدوت باختصار معنى الاكتويترز والميكانيزمز. انا بقى بركب الاتنين مع بعض، بخلق حركة عن طريق ان الميكانيزم بيتحرك بسبب ان في محرك لازق فيه. المحرك دوت مش شرط ان هو يكون موتور، مش شرط ان هو يكون نيوماتيك، مش شرط ان هو يكون هيدروليك، لا، هو الثلاثه دول هو دوت المحرك. ان ايه بقى الموتور وايه الهيدروليك وايه بقى النيوماتيك، الثلاثه دول هنعرفهم النهارده، وهنتكلم شويه في التفاصيل بتاعته. المفروض بقى اللي احنا هنشرحه النهارده يعني في وقت قصير، يعني ان شاء الله نلحق نخلصه على طول. أول حاجة هو هنتكلم عن introduction to robotics. هنتكلم عن إيه هي الروبوتكس، الروبوتكس دي جت منين، اسم الروبوت ده جه منين، المفاهيم دي كلها، ونحاول في شوية حاجات كده هنزودها. في ناس كنت شرحت الكورس ده قبل كده ليهم، وأنا مش في حاجات جديدة هتكلم فيها إن شاء الله. فيعني محدش يعني، وفي حاجات هقولها هي، فنحاول يعني ايه، استحملوني شويه يعني. تاني حاجه هنتكلم على كلاسيفيكيشن اوف روبوت. يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ المفروض ان انا عندي اي حاجه بعمل لها كلاسيفيكيشن، يعني بعمل لها تقسيمه، يعني بعرف التايب بتاعها، انواعها على حسب حاجه معينه. يعني انا دلوقتي عندي بعمل كلاسيفيكيشن على حسب التطبيق بتاعي، على حسب الابلكيشن. فالمفروض ان انا كل حاجه بعمل لها كلاسيفيكيشن على حسب الماتيريال مثلا، على حسب تايب اوف موشن، على حسب اللوكيشن بتاعه. ففي فالكلاسيفيكيشن دوت المفروض ده التحديد او التوظيف بتاعي لان انا اعرف التايب بتاع الحاجه دي، فانا هعرف الكلاسيفيكيشنز اوف روبوت. تالت حاجه الكي كومبوننت اوف روبوت، الحاجات الاساسيه او الحاجات اللي بتكون منها الروبوت. المفروض ان الروبوت دوت بيتكون من كذا حاجه اساسيه كلهم متجمعين في بعض كده، وساعتها اقدر اقول على الحاجه دي ان دي الروبوت. رابع حاجه الميكانكس اوف ماشينري، دوت علم الاليات. المفروض ان الميكانكس اوف ماشينري دوت انا بقى هركب شويه حاجات كده في بعضها، والحاجات دي هتبقى الى حد ما ستاتيك، يعني هنتكلم عن شويه حاجات كده ستاتيك بطريقه اكاديميك مبسطه، مش هنخوض في تفاصيل قوي. والحاجات دي المفروض ان ليها ابلكيشنز، المفروض ان الابلكيشنز دي احنا هنعرفها قبل ما يتركبوا في بعض وبعد ما يتركبوا في بعض. بعد كده سادس حاجه او خامس حاجه هنتكلم على الميكانيك ميكانيزمز. المفروض ان الميكانيزم دي جوه الميكانيكس اوف ماشينري، بس انا عايز الميكانيزمز لوحدها علشان ده نوليدج لوحده، او حاجه كبيره، توبيك كبيره، فانا عايز حابب ان اخليها لوحدها كده، مش جوه يعني، ثانيه واحده، ايوه، مش جوه الميكانكس اوف ماشينري. بعد كده السابع حاجه المفروض في الاكتويترز اللي انا قلت لكم عليها اللي هي المحركات، المفروض ان دي الحاجه الاخيره اللي هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده.
يبقى كده هنتكلم على روبوتكس، هنتكلم على انواع الروبوت، وبعد كده هنتكلم على اساسيات الروبوت او الحاجات اللي بتكون منها الروبوت، وبعد كده هنتكلم على الماشينري، الميكانيكس اوف ماشينري، علم الاليات، وبعد كده هنتكلم على الميكانيزمات، وبعد كده هنتكلم على الاكتويترز. تمام. طيب انا المفروض اول حاجه هبدا بيها introduction to robotics. تمام. المفروض ان الروبوتكس دوت علم بيجمع حاجات كتير في بعضها. يعني المفروض ان انا engineering على science على mechanics على electronics على computer science، كذا حاجه كلها كده داخله في بعضها. الغرض منها ان انا اعمل حاجه تكون بتشتغل بالسنسور، بيكون بيعمل لها كنترول، بتكون بتجمع لي داتا بطريقه معينه، بتكون سمارت او انتليجنت ماشين بتشتغل علشان تساعد الانسان في حياته العمليه عموما بشكل عام في اي حاجه هو بيقابلها. فدوت علم الروبوتكس. علم الروبوتكس واسع جدا وفي حاجات كتيره جدا. في ناس بتاخد الروبوتكس بتدخل في الكنترول، في ناس بتاخد الروبوتكس على ان هو ميكانيكس صرف بحت وبتتكلم عن الميكانيكس بس، وبتخلي الكنترول دوت جزء موجود في الاوتوميشن. وفي ناس بتتغاضى خالص عن الروبوتكس وما بتعترفش اصلا بحاجه اسمها روبوتكس، وبتتكلم بقى صرف عن الميكانيكس وبتتكلم. المفروض ان انا دلوقتي عندي الروبوت دوت جه في مسرحيه تشيكيه، ماشي. المفروض ان المسرحيه دي اسمها روزمنز او روزمز يونيفرسال روبوتس. المفروض ان المسرحيه دي كانت بتتكلم على ناس مضطهده، ثانيه انا فلوريك الصوت ثانيه، ايوه، ناس مضطهده عباره عن ان هم عبيد بينفذوا اللي بيطلب منهم، بينفذوا الاوامر بالظبط من غير ما يفكروا، من غير ما يعملوا اي حاجه، ومن غير ما يبقى عندهم مشاعر او يحسوا. وفجاه الناس دي بدات تحس وبدات ان هي عايزه تسيطر. ودوت كان بشكل او باخر كان الكاتب دوت كان بيحاول ان هو يضطهد الديكتاتوريه اللي كانت موجوده في التشيك وقتها في المسرحيه دي يعني. فهو بيعمل المسرحيه قال ان سمى الناس دي روبوتس او روبوتا او روبوتي، هو على حسب اللغه بتاعتهم يعني. فطلع المصطلح ساعتها ان دوت كان معناه سليف، ما كانش موجود قبل كده بس بقى موجود بعد كده. بعدها بقى بدا ان الناس تقعد تحرف فيه لحد ما وصلنا لمعنى الروبوت. طب احنا وصلنا لمعنى الروبوت دوت بناء على ايه؟ ايه هي الديفينيشنز بتاعته؟ فقال لك في اللي هو روبوتكس اندستري او اندستري اسوسيشن، انه دول في اليونايتد ستيتس في امريكا، المفروض ان الناس دي قالوا والله ان الروبوت دوت حاجه انا بعمل لها ريبروجرامينج، ماشي، بتعمل مالتي فانكشن تاسكس، او هي ماشين بتعمل مالتي فانكشن، معموله او الغرض منها ان هي تعمل مانيبيوليت للماتيريال او البورتس او وات ايفر الحاجات اللي هي تشتغل بيها. فاستخدموا مصطلح المانيبيوليشن او المانيبيوليتور. لما قالوا ان هو مانيبيوليت يعني ايه مانيبيوليت؟ مانيبيوليت يعني بيسخر او يعني بيمسك حاجه معينه بيحطها في مكان بيوديها مكان تاني. لما جه المصطلح دوت، لما قالوا مصطلح زي كده، فساعتها قالوا لا، الانجينير ساعتها قالوا لا، الروبوت مش بيعمل بس مانيبيوليشن، لان مش شرط الروبوت يكون عنده ارم، مش شرط الروبوت يكون هو بيحرك حاجه من مكان لمكان، الروبوت ممكن يكون بيعمل حاجات تانية كتير ومش مقتصر على الوظيفه دي بس. ومعنى ان هو مانيبيوليتور يعني هو كده هيبقى في مكانه. فبعدها جه ناس تانية قالوا ان انا دلوقتي عندي اللي هو البريتش روبوت اسوسيشن، دول قالوا برضو نفس الكلام، بس قالوا ان الاندستريال روبوت دوت عباره عن ديفايس انا بعمل له مانيبيوليشن وبترانسبورت البورتس، بحرك البورتس. ومعنى وهم زودوا بس ان هي عنده ترانسبورتيشن كابابيلتي، يعني ان هو بيقدر ان هو يتحرك من مكانه، ونقدر ان هو يشيل الحاجه من مكانها يوديها مكان تاني. يعني مانيبيوليتور ان هو في مكانه بيعمل كده وبيعمل كده، انما ترانسبورتنج ان هو بيمسك الحاجه ممكن يتحرك كله على بعضه ويقوم ايه منزلها. ف
فقالوا ان دوت برضو مش مقتصر على الروبوت، ودوت حجم المعنى بتاع الروبوت وخلى الروبوت دوت حاجه مقتصره على فانكشن واحده. طيب بعد كده قام جه دكتور قال لك والله انا دلوقتي عندي الروبوت دوت عباره عن بورتس، البورتس دي تكنيكال بورتس، يعني بتديني ديفينيشن معين. البورتس دي متقسمه ثلاث حاجات. اول حاجه ان الروبوت دوت جنرال بيربس، ليه اهداف عامه او ليه اغراض عامه، ميكانيكال زي يعني هي ميكانيكال ماشين ليه اغراض عامه. تمام. تاني حاجه ان انا اقدر ابرمجه عشان في ان هو يعمل شغل ايا كان ايه نوع الشغل، بس في الاطار بتاعه او في القابليه بتاعته، مش بره عنها ومش زياده عنها. تالت حاجه ان انا اقدر استخدمه ان هو اتحكم فيه وان هو يشتغل اوتوماتيك. فلما قال الكلام دوت كان الديفينيشن ساعتها كان include but not limited to، يعني ايه؟ يعني ما كانش مقتصر على حاجه وكان شامل كل حاجه بشكل او باخر. فاخدوا الديفينيشن دوت عن الروبوت، اخدوا ان الروبوت دوت حاجه بتعمل اغراض مختلفه، اغراض عامه بالقابليه بتاعتها، وبنقدر نشغله اوتوماتيك. فده كده تعريف الروبوت اللي وصلوا له في الاخر او اللي اتفقوا عليه في الاخر. بعد كده طلعوا لو عن للروبوت، ماشي، أزيموف، إسحاق أزيموف عمل لو للروبوت. هو كانوا في الأول كانوا تلاتة لوز، تلات قوانين، وزود قانون زيرو، هو زوده في الآخر عليهم. المفروض إن القانونين اللي في الأول هم تقريبا زي بعض، يعني مش مختلفين عن بعض، اللي هو لو زيرو ولو وان. لو زيرو إن أنا دلوقتي إن الروبوت ما مش 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 بي بي لازم ما يأذيش الإنسان، والقانون الثاني برضو إن الروبوت لازم ما يأذيش الإنسان. بس القانون الفرق بينهم إن هو المفروض إن هو بيتبع القوانين العامة اللي هي مطبقة على العالم كله. اللو الثاني يعني أنا كده زيرو وان خلاص خلصتهم. اللو الثاني إن أنا دلوقتي الروبوت دوت المفروض إن هو بيطيع أوامر الإنسان. اللو التالت ان المفروض ان الروبوت دوت بيعمل حاجات عشان يحمي نفسه، بس في مقابل ان هو ما يؤذيش الانسان. فكده باختصار ان الروبوت دوت بيطيع الانسان، ما يؤذيهوش، يعمل الحاجات المطلوبه منه، والحاجات المطلوبه منه دي لازم ما تاذيش انسان تاني، ولازم هو يحافظ على نفسه ويحافظ على الانسان اللي عامله او الانسان اللي المفروض بيحافظ عليه، بس في المقابل برضه ما يكسرش اللوز المفروض موجود. فده كده اللي عملوه في الروبوت. بعد كده بقى نخش على الكلاسيفيكيشن اوف روبوت. انا عندي الكلاسيفيكيشنز كتيره جدا للروبوت، او التايبس اوف روبوتس متقسمه باشكال كتيره جدا. يعني انا كان ممكن اقول لك التايب اوف روبوت او انواع الروبوتات with respect to الابلكيشن، انواع الروبوتات بالنسبه للابلكيشن، انواع الروبوتات بالنسبه مش عارف لايه. فانا اختصرت الموضوع كله وجبت لك ان ثلاث حاجات او حاجتين، وما يعتبر حاجتين، ان انا عندي دلوقتي عندي التطبيق الابلكيشن بتاعي، وعندي اللوكوموشن والكايناماتكس. اللوكوموشن والكايناماتكس دوت يعني الحركه بتاعته او الاطار بتاعه اللي هو بيتحرك فيه او النطاق بتاعه يعني، والابلكيشن دوت التطبيق بتاعه. فانا قسمت الروبوت للحاجتين دول. تقسمت الروبوت بالنسبه للابلكيشن، المفروض ان انا عندي فيه اندستريال روبوت، والاندستريال روبوت دوت اللي هو موجود في المصانع اللي احنا كلنا عارفينه. المفروض ان دوت بيعمل تاسك معينه، ان كان بقى ان هو بيلحم، ان كان ان هو بيدهن، ان كان بقى هو بينظف، ايا كان هو بيعمل ايه، فهو روبوت بيعمل تاسك معين. في عندي نوع تاني اللي هو الهاوس هولد روبوت دوت اللي هو موجود في البيت، ان كان بقى هو بيكنس، ان كان بقى هو بيمسح، ايا كان هو بيعمل ايه. في عندي نوع تالت اللي هو الميديكال روبوت دوت اللي هو بنستخدموه في السيرجريز اللي هو في العمليات وكده. وعندي نوع رابع اللي هو المفروض السيرفيس روبوت اللي هو بيوريك الدايركشن والكلام ده، حاجات زي كده يعني، هو مش مقتصر على ده. نوع خامس اللي هو موجود في الجيش او اللي بيستخدموه في الاغراض العسكريه. نوع سادس اللي هو الحاجات اللي هي الانترتينمنت اللي هو للترفيه، اللي هو ملهاش اي لازمه او ملهاش اي غرض غير ان هي ترفه بس.
النوع السابع ان هو حاجه في السبيس، حاجه زي الروبوت دوت كان اسمه كندا ارم. كندا ارم دوت روبوت بيستخدموه في السبيس ستيشنز، علشان زي ما انتم شايفين كده بيمانيبوليت او بيحرك حاجه من مكان لمكان، او بيمسك الشخص اللي هو زي اللي هو الراجل الموجود دوت علشان ما يطيرش يعني. بس في عندي بقى اللي هو الهابي او الكومبيتيشن روبوت، اللي هو اللي احنا بنستخدمه الروبوتس بتاعت الار او في، السومو روبوتس، اللاين فولور، الماين سويبرز، الروبوتس اللي احنا بنعملها عشان بس غرض ان احنا بس نقضي وقت كويس وكده ونتعلم منها وكده. في بقى اكوردنج تو لوكوموشن اند كاينماتكس، المفروض ان انا اكوردنج تو لوكوموشن اند كاينماتكس دي انواع الروبوتس اللي احنا اوريدي بنشتغل بيها في حياتنا بشكل عام. انا عندي في مانيبيوليتورز، عندي في ويلد، عندي في تراك، عندي في ليج، عندي في ريموتلي اوبريتد اندر وودر فيجل، عندي في انماند ايريال فيجل، عندي في هيومانويدز. طب ايه الحاجات دي؟ دول انواع الروبوت بالنسبه للحركه بتاعتهم وبالنسبه للاطار بتاعهم الكاينماتكس. كاينماتكس ده علم الحركه معناها يعني. فبالنسبه لحركتهم وال تايب، يعني بالنسبه للتايب اوف موشن بتاعتهم ويز ريسبكت تو ذا جراوند، او بمراعاه ان هي على الارض، او يعني انا دلوقتي يا اما هي على الارض يا اما هي في الميه يا اما هي طايره. فهو ده انواع روبوتس هم اختصروها في الحتت دي، هي بتتحرك على الارض او بتتحرك فوق الارض او بتتحرك تحت الارض جوه الميه بس. فدوت باختصار يعني معنى ايه اللوكوموشن والكاينماتكس او التقسيمه بتاعتهم دول. طب ايه بقى المانيبيوليتورز؟ احنا قلنا المانيبيوليتورز دي الحاجه اللي هي بتتحرك حاجه من مكان لمكان، بتمانيبيوليت حاجه من مكان لمكان. فانا عندي المانيبيوليتور دوت اول ما بداوا يعملوا روبوت، او اول ما قالوا يلا يا روبوت، فعملوا روبوت اسمه بوما او يونيميت اللي هم بتوع جنرال موتورز. عملوا الروبوت دوت اللي هو موجود على الشمال دوت اللي هو ده، عملوا الروبوت دوت وقال لك ايه، ان الروبوت دوت هو النوع الاساسي او اول نوع من انواع الروبوت المفروض ان الناس بتشتغل بيه. النوع ده ان دوت اول نوع من انواع الروبوت المفروض ان هو بيتعمل في جنرال موتورز عشان يعمل حاجه معينه، تاسك معين، عشان يسهل على الانسان الحركه عموما، او على الانسان شيء عشان يسهل على الانسان ويوفر في الوقت وكده. تاني نوع او دوت بوما روبوت. تاني نوع اللي هو او تاني تنصيب تصنيف بتاعه ويلد وتراكد وليجد. ويلد وتراكد وليجد، المفروض دلوقتي ان انا عندي فيه ويلد وعندي فيه تراكد وعندي فيه ليجد. دول بقى متقسمين على حاجه واحده اللي هي الفريكشن، فورس اوف فريكشن. انا بالنسبه لي بقسمهم كده. طب ليه بقسمهم كده؟ علشان انا عندي دلوقتي، انا والله عايز اعمل روبوت عشان تراكد، تراكد يعني موجود فيه جرار زي ده، او اعمله ويلد موجود فيه عجل زي ده، او اعمله ليجد موجود فيه رجلين زي دي. طب بناء عليه انا بختار حاجه من دول او حاجه من الثلاثه دول، بناء على عوامل الفريكشن بتاع، عوامل الاحتكاك بتاع اللي انا هقابلها. انا المفروض دلوقتي عندي في حاجات بتاثر على الايه، على الشغل بتاعي، او بتاثر على الحركه بتاعتي، على الموشن او على اللوكوموشن ماشي بتاعتي وانا شغال وكده. فالمفروض دلوقتي انا عندي في عوامل احتكاك. خلينا بس متفقين ان انا عندي اي ماتيريال هي عباره عن سطح، السطح دوت ولو انا قربته وعملت له زوم، فانا بعمل كده زوم، ها يعني هي دي دوريه تمام. فلو عملت له زوم فالمفروض ان السطح دوت هيبقى عامل كده، وانا مش محتاج ان انا اعمل اصلا كده لان اوريدي اصلا هتكون عامله كده. فالسطح دوت من قريب هيكون عامل بالشكل ده. فسطح دوت هو مش مستوي، في ديفكشنز او في ديفليكشن. ديفليكشن يعني ايه؟ يعني في اعوجاج، في حاجات كده حاصله، الحاجات دي مؤثره على السطح. فانا لو جبت سطح تاني حطيته فوقيه والسطح التاني فيه برضه نفس الكلام، فيبقى عامل كده برضه. فسطحين فوق بعض ماشي هيبقوا عاملين كده. نتخيل بقى ان السطحين دول واحد بيتحرك كده، واحد تاني ثابت في مكانه، واحد تاني ثابت في مكانه. فشكل طبيعي جدا هيتولد فريكشن. الفريكشن فورس دي اللي بتتولد المفروض ان دي فورس، اقل فورس انا بحتاجها عشان احرك الروبوت دوت من مكانه، او عشان احرك البرودكت دي من مكانها.
فأقل فورس أنا بحتاجها المفروض إن أنا دلوقتي بحددها بناء على اللي أنا عايزه أو بناء على الأبليكيشن. أنا عايز دلوقتي الروبوت دوت يفضل ثابت في مكانه وما يتحركش بسهولة، فأعمل حاجة تثبت لي الروبوت دوت وتخلي الحاجات اللي احنا رسمناها من شوية دي يبقوا لازقين في بعض، يعني نخليهم كلهم كده يبقوا لازقين في بعض بشكل معين، يفضلوا موجودين بشكل معين ولازقين في بعض. علشان انا بعمل ايه؟ تمام ماشي، يبقوا لازقين في بعض السطحين، يبقوا لازقين في بعض بشكل معين، والشكل دوت يخليهم ثابتين. طيب انا دلوقتي عندي فيه تراكد ويلد ولجد، وعندي سطحين اهو لازقين في بعض. انا دلوقتي الفورس اوف فريكشن بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البريشر وبتعتمد على الاريا، او بتعتمد الفورس، قصدي فورس على الاريا. البريشر عباره عن فورس على الاريا، صح؟ طيب الفريكشن، الفريكشن ده بيعتمد على ايه؟ الفريكشن ده بيحصل في اريا معينه، اريا موجوده كده او نطاق معين. الاريا دي المفروض ان هي لو الاريا زادت الفريكشن هيحصل لها ايه؟ هتزيد ولا هتقل؟ حد كده يقول لي هتزيد ولا هتقل؟ لو الاريا زادت الفريكشن الفريكشن هتزيد ولا هتقل؟ انا حاسس انها ولا هتزيد ولا تقل، هو العامل الوحيد هو الميو بس بتاعتها. حلو، ولو الميو زادت؟ ساعتها الفريكشن هتزيد. طيب الميو دي اللي هي ايه؟ هي coefficient of friction المفروض. حلو جدا، يعني كده الفريكشن هيزيد، صح؟ يعني coefficient of friction او عامل الاحتكاك لما بيزيد بيزود ايه؟ بيزود الفريكشن، بيزود الفورس مثلا معايا لو انا شغال على بيزود حاجه الفورس زي اوف فريكشن، او بيزود الفورس عموما اللي انا محتاجها، صح؟ اه عامل الاحتكاك دوت. لو فرضنا ان انا دلوقتي عندي اريا صغيره، العامل الكوفيشنت اوف فريكشن بتاعها زي اريا كبيره، في عباره عن الياف، او في عباره عن 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 نطاق كل شويه بيكبر. كل ما بيكبر النطاق دوت كل ما الفريكشن اللي بيحصل فيه بيزيد. يعني تعالى كده نبص على طيب تمام ماشي حلو ماشي شكرا. المهم تعالى كده نبص كده على ايدينا دلوقتي. انا بعمل فريكشن كده، فريكشن فورس بالشكل ده، تمام؟ فالفريكشن فورس اللي بعمله كده دوت، هتلاقوا ان الفريكشن هنا قليله لان الاريا اللي بيتعمل لها فريكشن قليله. طيب تعالوا بقى نبص كده، الفريكشن فورس كده بتزيد شويه، بدات تزيد لان الاريا كبرت شويه، الاريا بقت قد كده. طب تعالوا كده، الصوت اصلا طلع، بقى في صوت، يعني مش عارف هو ظاهر ولا لا، بس في صوت. فكده الاريا كبرت. وانس ان الاريا كبرت بالشكل ده، الاريا دي اثبتت ان 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 الفريكشن معتمد على الاريا، او الى حد ما معتمد على الاريا. في فاكتورز كتيره بس من ضمن الفاكتورز الاساسيه هي الاريا. كل ما الاريا بتزيد كل ما الفريكشن بتاعنا على الاريا نفسها بيزيد. كل ده ما يأثر على السطح، او يأثر على السطحين، السطح اللي بيتحرك والسطح اللي ثابت. لما انا احط حاجه بتتحرك كبيره في مكان كبير، هتبقى هي السطح كله بياخد فريكشن كامل علشان على السطح ده كله، فدوت بيأثر لي على الفورس اللي محتاجها علشان احرك اصلا الحاجه دي. طيب مقتنع بدي الاول؟ مقتنع بدي؟ كان مين اللي بيتكلم؟ أنا ماشي، ممكن أقتنع بيها في حالة لو أنا هستخدم الفورس دي عشان أحرك المجسم. حلو. طب ما انا اوريدي بستنى الفرصه عشان احرك المجسم فعلا. أيوة، ما أنا ما ماشي ما بس الفكرة أنا بالنسبة لي أنا شفت المعلومة قبل كده في مكان، بس خلاص خلينا نكمل. يعني المثال اللي أنت وضحته لا لي لا، قول لي فاهمني. قول لي قول قول عادي. انا يمكن بس يعني هو انا مش عارف اوضحها ازاي، بس هو اللي انا فاكره بس اللي هو الاريا ذات نفسها. يعني مثلا لو جبت يعني حتتين خشب وحديده تمام وحطيتهم على بعض، المفروض الفورس اللي انا هنتجها مثلا عشان احرك الاولى على الثانيه تمام، لو انا اللي هحرك مش هي اللي تتحرك نتيجه الفريكشن، هتبقى كبيره بس ان الماس هي الكبيره، انما الفريكشن ذات نفسه
الفريكشن ذات نفسه هو لو الجسم صغير. طب ممكن نعملها ماثيماتيكالي، ماشي. ماثيماتيكالي يعني مش عارف اجيبها ازاي، انا مش معايا بورد ولا اي حاجه، بس تعالى كده نقول الفورس مثلا بتساوي ايه، ماس ماس على ايه؟ الارك، ماس سوري انت ماس عاوز تقول ان على الارك، الفريكشن ريزيستنس مثلا، عاوز تقول ان الفريكشن عباره عن ريزيستنس، فهو كده هيقلل لي الفورس او هيزوده على حسب انا بستخدمه في ايه يعني. تمام. فدلوقتي انا عندي الماس، ماس في اريا ولا ماس على اريا؟ لا ما. هو الفورس بتساوي ام في ايه؟ الفورس بتساوي ايه؟ ام في ايه؟ ام في ايه دوت، ام في ايه دوت ماس في اكسلريشن، انت حاجة انت تانية. قصدك بريجر في الاريا. فهمتك، تمام. تمام، فقول لي كده الفورس بتساوي ايه؟ كده بريجر في الاريا، في اريا عندي وعندي نوع من البريجر. ماشي، حلو حلو ماشي، خلينا نعملها بالطريقه دي. طب الاريا لو زادت كماثيماتيكال، لو الاريا زادت هيحصل ايه للفورس؟ ماشي، يبقى الفورس المفروض تزيد. حلو، الفورس المفروض تزيد، ده كده ماثيماتيكال. طيب تعالى بقى نبص عليها ثيوريتيكالي، او تعالى نبص عليها براكتيكالي بطريقه عمليه. دلوقتي انا عندي سطحين، السطحين دول لازقوا في بعض، تمام. السطحين دول لما بيكونوا كبير يعني سطحين كبار، والاثنين كبار، تمام، زي لما يكون سطح صغير وسطح كبير، انهي هيبقى الاحتكاك بتاعه اكبر، او انهي اللي هيبقى الاستابيليتي بتاعته اكبر؟ لو الاستابيلتي السطح الكبير. السطح الكبير، صح كده؟ بس فده اللي انا اقصده، ان انا عندي فيه تراك دو ويلد وليجد. عندي هنا الويلد ده سطح صغير، والتراك ده سطح كبير، والليج ده سطح صغير خالص. فمن هنا بقى تقدر تقول لي انهي فيهم اسرع حاجه، التراك ده ولا الويلد ولا الليج؟ أسرع ولا مور ستيبل؟ اسرع ما الاول. مش والتلاتة معرضين لنفس الفورس ونفس نفس الويت ونفس نفس كل حاجه، عندهم نفس الفاكتورز كلهم. عارف تقدر تقول لي الصراحة، انهي واحده بس فيهم؟ أنا ممكن عادي عادي، ارمي اي حاجه عادي عادي والله عادي. طب حد يعرف يا ماشي. جماعه ممكن نقول، قول. ممكن ليجد وبعد كده ويلد وبعد كده تراكت. حلو جدا، انت كده صح. حد طبعا هو صح مش غلط، تمام، انت صح، انت كده تمام. طب ليه بقى هو صح؟ اولا علشان الفريكشن فورس اللي حاصله، او السيرفس اريا اللي حاصله في الليجد قليله جدا عن التراكت، فكل لما السيرفس اريا تقل، السيرفس اريا تقل كل لما السرعه تزيد، او الفريكشن كمان تقل فالسرعه تزيد. طبعا الكلام دوت على حاجات موافقه، يعني حاجات كلها زي بعضها، يعني مش دوت ده زي ده وده زي كلهم ثلاثه زي بعضهم. طيب لو انا دلوقتي زودت الاريا فكده الفريكشن هتزيد، فكده السرعه هتقل. طب لما السرعه بتقل الاستابيليتي بتزيد، ولما الفريكشن بيزيد الاستابيليتي بتزيد، ولما الاريا بتزيد الاستابيليتي بيزيد، والعكس صحيح. بس فكده باختصار اللي حاصل مع الويلد والتراكد والليجد. فكده لما اجي اقول ان انا عايز حاجه سريعه، فالليجد ده اسرع حاجه، تمام. طيب بعد كده عندي اللي هو ريموتلي الار او في، اللي هو ريموتلي اوبريتد اندر ووتر فييجل، هو اسمه كده، ده الار او في، تمام. وفي ناس ما بتحطش لفظ اندر ووتر دوت، بتخليها ريموتلي اوبريتد فييجل دوت، بتخليها لاي حاجه اسمها، وبيسموها روفر دوت، اي حاجه بقى ماشيه في الارض، ماشيه في الميه، ماشيه في اي حته بيسموها روفر. في ناس بتعمل كده ومش غلط. في بقى اللي هو الكواد كوبترز، اللي هي الحاجه التانيه دي، اللي هي المفروض ان دي الحاجات اللي هي درونز، الحاجات اللي هي بتطير وكده، الطيارات الدرونز الصغيره، روبوتس درونز. المفروض ان الاثنين دول يعني حاولوا تبصوا كده هتلاقوا ان دوت بروشلس موتور، هنعرف ايه البروشلس والبروشت والكلام دوت. اللي بيحصل ان في فريكشن برضه بيحصل، او مش فريكشن بقى، في حاجات كده بتحصل مع الهواء، ماشي، في كل الهواء والميه، في فيسكوستي، او في بصوا، في عندي فلويد، الفلويد دوت عباره عن يا اما بقى ليكويد، يا اما هو جاز، يا اما هو قريب من السوليد، او مش سوليد، هو قريب من السوليد، ماشي، سيمي سوليد اسمه. فانا عندي ثلاث انواع ليكويد كده، فانا عندي ليكويد فيه جاز، والثلاثه دول بيختلفوا عن بعض على حاجه اسمها فيسكوستي.
او الفيسكوس دوت اللي هو خلينا نقولها باختصار او بطريقه حلوه كده، ان انا دلوقتي عندي الهواء بقدر اعمل كده بسهوله. في الميه لما باجي اعمل كده بلاقي حاجه بتزقني او حاجه بتوقفني، تمام؟ فدوت يعتبر الفريكشن بقى بتاع الفلويد، يعتبر الفريكشن بتاع الفلويد او الريزيستنس بتاع الفلويد، ان انا بقاوم الحركه اللي بتحصل. فانا عندي الاير بيحصل فيه الكلام دوت، وعندي الميه بيحصل فيه الكلام دوت. انا دلوقتي بحتاج مواتير في الاير اسرع ولا تركها عالي، وفي الميه بحتاج مواتير اسرع ولا تركها عالي؟ حد يقول لي بقى ايه بقى اللي هنا وايه اللي هنا؟ في الاير اسرع ولا ترك عالي؟ وفي الميه اسرع ولا ترك عالي؟ حد يقول، يقدر يقول لي ايه اللي هحتاج في المياه؟ ترك عالي، وفي الهواء في الميه؟ حاجة سريعة عشان ايه رايك في الفسكوستي بتاعة السبيد المياه مثلا؟ تبقى أعلى. انتوا صح، انتوا صح، تمام، حلو جدا، تمام، نايس نايس. فانت في الميه بتحتاج ترك عالي، والترك العالي دوت المفروض ان انا دلوقتي عندي فيه تورك وعندي فيه سبيد، كل ما بيزيد التورك كل ما بيقل السبيد، والعكس صحيح. فانا محتاج تورك عالي، ومش تورك عالي اللي هو اعلى تورك، لا، تورك عالي بسرعه مناسبه او بسرعه عاليه علشان يخلي الروبوت دوت يمشي في الميه. فانا عندي في روبوت في الميه، او في مواتير بتاعه الميه، مواتير دي سي، وعندي في مواتير بروشس عادي، بروش تو بروشس، في كده وفي كده، دوت الاثنين موجودين يعني. واحد بيدي سرعه عاليه وتورك برضو مناسبه، واحد بيدي تورك عاليه وسرعه مناسبه. طب في الاير، الاير بقى لازم بيبقى بروشلس. انا ما شفتش دي سي خالص في الاير، لان الاير بيحتاج سرعه، واللي بيوفر السرعه بيبقى البروشلس. فدوت الفرق بين الايه، بين الاثنين. طيب ده كده احنا قلنا انواع الروبوت. اخر نوع بقى اللي هو الهيومانويد. الهيومانويد دوت اللي هو زي صوفيا، او الروبوت اللي انا بستخدمه اللي هو بيبقى شبيه الانسان. فكده انا عندي قلت الانواع، قلت مانيبيليتورز اول حاجه اهو، قلت مانيبيليتورز، بعد مانيبيليتورز اتكلمت على ويلد وتراكد وليجد، بعد كده اتكلمت على ار او في، واتكلمت على الدرونز، وبعد كده اتكلمت على الهيومانويدز. طيب تالت حاجه بقى الكي كومبوننتس، او الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الروبوت. دي تالت توبيك. انا اعتبر ان الروبوت دوت عامل زيه زي الانسان. الانسان، او مش انا اعتبر، هو فعلا كده. الانسان بيحتاج ان يبقى فيه اكل، او يبقى فيه، ثانيه واحده، ان يبقى فيه اكل، تمام، علشان يعني هو ان هو ياكل، تمام. فالاكل بالنسبه للانسان هو باور سبلاي او باور سورس. طيب دلوقتي انا اكلت، المفروض هتبرفورم اكشن. علشان تبرفورم اكشن لازم تفكر الاول انت ازاي هتنفذ الاكشن ده، لازم تعمل حاجه معينه، فلازم تفكر الاول ازاي تعمل الحاجه دي. فانا لازم يبقى عندي كنترولر يتحكم لي في الاكشن اللي انا هعمله دوت، ويدي سيجنال للعضل وللعصب. فانا عندي الاثنين، العضل والعصب. طيب انا بالنسبه لي الاكتويتورز دوت، دول هما العضلات بتاعت الجسم، عضلات الجسم، الاكتويتورز اللي هو المحركات. طيب انا بالنسبه لي ال ثانية واحدة، المفروض ان انا بوصل من هنا من الكنترولر للاكتويتر، من العضلات، سوري، من الدماغ للعضلات عن طريق الاعصاب، بوصل لهم السيجنال بتاعتي علشان يتحرك او عشان يعمل اكشن معين. طيب العضلات دي بقى المفروض ان هي بتعمل لي مانيبيليشن، او ان هي عباره عن لينكات في بعضها، او ميكانيزمات لازقه في بعضها، والميكانيزمات دي بتعمل لي اكشن معين. طيب انا بقى الاكشن دي المفروض ان انا في حاجه لازم اعرفها تخش لي الداتا، تجيلي الداتا دي بناء عليها اعمل الاكشن ده. فالداتا اللي بتجيلي من السنسور، من عينيا، من اللمس، من وداني، من ايا كان هو. والله انا في قدامي مثلا موبايل، فانا دلوقتي الموبايل اهو، فعينيا شافت الموبايل، فانا اقوم احرك ايديا، ادي سيجنال لايديا، سيجنال من الكنترولر تروح للاكتويتر، الاكتويتر يحرك لي العضلات، العضلات تحرك لي اللينكج او اللينكات اللي هي لازقه في ايديا، اللينكات دي تقوم ماسكه هنا، ماسكه الموبايل، ثم حركها ومديها مكان تاني. فكده انا عملت الفانكشن معينه. طيب اللينكات دي ما ينفعش تبقى طايره، وكل دوت كده ما ينفعش يبقى طاير.
فبالتالي انا في عندي استراكشر بيز استراكشر ارضيه ثابته انا بقعد عليها او انا ثابت عليها مجمع كل اللينكات دي في بعضها. فالارضيه الثابته دي المفروض دوت الهيكل بتاعنا او الهيكل بتاع الانسان عموما. بس فكده كده دوت الكي كومبوننتس اوف روبوت او على شكل الانسان يعني. تمام. طيب تعالوا كده نقولها بشكل مبسط بقى بالنسبه للروبوت. روبوت المفروض ان هو دلوقتي بيجيله باور سبلاي. الباور سبلاي دوت عباره عن البطاريه او عباره ان انا بس موصله اي سي واي سي كونفرتر وبعد كده بحركه. فانا دلوقتي عباره عن بطاريه. البطاريه دي بتدي للسنسور سيجنال. المفروض ان الديفولت ان السنسور بياخد سيجنال بس في سنسور بتاخد سوري ان الديفولت ان السنسور بتاخد باور سبلاي دايركت بس في سنسور بتاخد باور سبلاي بتاعها من الكنترولر. ودوت ده اللي احنا بنشتغل بيه يعني عشان بتبقى الباور بتاعها اللي بتاخده بتبقى اقل من 5 فولت فبتاخده من الكنترولر اللي هو الاردوين. فخلينا احنا هنا نقول ان دوت الشكل الطبيعي بتاعه ان هو بياخد من الباور سبلاي دايركت ماشي. والمفروض ان انا كده خلاص شغلت السنسور كده السنسور شغال ودور السنسور دلوقتي ان هو يديني فيدباك او يديني سيجنال للكنترولر. والكنترولر عشان يعرف يشتغل لازم ياخد باور سبلاي. والكنترولر عشان يعرف يشتغل لازم يبقى فيه يوزر انترفيس لازم يبقى فيه يوزر بيديله البروجرام بيتحكم فيه بيقول له هو هتعمل ايه وتعمله امتى وتعمله ازاي. بعد كده الكنترولر بيبدا ان الكنترولر يدي سيجنال للاكتويتر فالاكتويتر يقوم متحرك. يقوم الاكتويتر دوت منفذ امر معين. الاكتويتر دي اللي هي المحركات تنفذ امر معين. فالمحركات هنا مثلا ان انا لو انا عامل عربيه ار سي لو عامل ار سي روبوت يعني اللي هو ريموتلي كنترول روبوت اللي هو الصغير دوت اللي بيتحرك فانا مركب بطاريات مركب سنسور ايا كان التراسونيك سنسور. والالتراسونيك سنسور دوت عباره عن ان هو بيديتكت لو في اي اوبجكت قدامه يقوم يقف او يخش يمين. والكنترولر دوت هو عباره عن المايكرو كنترولر او المايكرو بروسيسور او ايا كان المسمى بتاعه اللي هو الاردوين. والاكتويتر دوت هو عباره عن المحركات او الدي سي موتورز اللي موجوده في الروبوت. والمانيبيوليتور دوت او اللينكات دوت لو انا مركب ارم او مركب حاجه في الار سي عشان تعمل لي فانكشن معين او مش مركب حاجه وموصل الاكتويترز على طول بالبيز يعني موصله بالبيز فمخليه يمشي قدام ويمشي ورا ويمين وشمال والكلام ده كله. والانترفيس ان انا بديله داتا فاقول له والله انت امشي على طول فهياخد سيجنال هياخد باور سبلاي من هنا يوصلها للكنترولر فاقول له امشي على طول لو لقيت حاجه خش يمين فدوت بيلاقي حاجه فيقوم باعت سيجنال فالسيجنال تيجي على الكنترولر الكنترولر توصل الاكتويتر فالاكتويتر يقوم محركه يمين او شمال. طيب انا في عندي وصله من هنا لهنا من الكنترولر للاكتويتر على حسب بقى بحط درايفرات كل حاجه بقى ليها الدرايفرات بتاعتها ودي المفروض انتوا هتعرفوها في الكنترول يعني اكتر يعني.